إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله إله الأولين والآخرين وقيوم السماوات والأرضين، الذي لا عز إلا في طاعته ولا غنى إلا في الافتقار إليه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، معاشر المصلين الأحباب الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هي خمس رسائل أذكر بها نفسي وأذكر بها إخواني وأخواتي في هذا اليوم الأغر، في أفضل يوم طلعت فيه الشمس وهو يوم الجمعة. هذه الرسائل من باب التذكير، كما قال ربنا عز وجل في سورة الذاريات: وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. الرسالة الأولى: حسن الظن بالله عز وجل وحسن التوكل عليه والإيمان بأنه هو المدبر الوحيد في هذا الكون، في هذا الوجود. فنقول بعد ذلك مرحبا بما قدر الله عز وجل وقضاه، مهما كانت الظروف، مهما كانت الأحوال، لا بد أن نحسن صلتنا بالله عز وجل وأن نحسن الظن به. من مقتضيات الإيمان ومن ثمرات الإيمان حسن الظن بالله. الرسالة الثانية تتمثل في شكر المنعم جل جلاله، فلا يليق بنا أن نرفل في نعيم سابغ ونكون من الغافلين. وقد قال ربنا عز وجل في سورة الأعراف: ولا تكن من الغافلين. ووعدنا ربنا عز وجل ووعده الحق: ولئن شكرتم لأزيدنكم. نسأل الله دوام النعم وتمامها. وأعظم نعمة بعد النعم كلها وأول النعم نعمة الإسلام، فالحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. قال ربنا عز وجل في أوائل سورة المائدة: اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. أن نعيش مسلمين وأن نعيش للإسلام وأن ندعو إلى الإسلام، هذا شرف من الله عز وجل يستحق الشكر لله سبحانه وتعالى. وربنا ارتضى لنا الإسلام دينا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. بعد نعمة الإسلام تأتي سائر النعم التي لا نحصيها عددا، ومما قاله ربنا في هذا المجال قال: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. الرسالة الثالثة هي فقه الابتلاء. ربنا يبتلين بما يشاء ويبتلين كيفما شاء ويبتلين بما شاء، مصداقا لقوله تعالى في سورة الملك: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. ومصداقا لقوله تعالى في سورة البقرة: ولنبلونكم بشيء من الخوف
والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات، وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. والرسالة الرابعة هي الصبر، الصبر عند الابتلاء. فمن مقتضيات فقه الابتلاء أن نستقبل القضاء والقدر بالصبر الجميل وبالثبات، كما قال ربنا جل جلاله، قال: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء. ومن فقه الابتلاء أن نستقبل القضاء والقدر بقولنا إنا لله وإنا إليه راجعون، وبقولنا قدر الله وما شاء فعل. ابتلينا بموت الأهل، ابتلينا بموت الأحباب، ابتلينا بموت الإخوة والأخوات، ابتلينا بمرض المقربين وبمرض الناس جميعا. فهذا الوباء الذي ابتلينا به، وباء كورونا، هو جند من جنود الله. وقد قال ربنا عز وجل: وما يعلم جنود ربك إلا هو. وقال الله عز وجل: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. لذلك هي فرصة للمراجعة. فإذا استقبلنا هذا القضاء والقدر بطيب النفس، كما قال الإمام الشافعي: دع الأيام تفعل ما تشاء وطب نفسا إذا حكم القضاء، ولا تجزع لحادثة الليالي، فما لحوادث الدنيا بقاء، فلا حزن يدوم ولا سرور ولا بؤس عليك ولا شقاء. إلى أن يقول: إذا ما كنت ذا قلب قنوع فأنت ومالك الدنيا سواء. إلى أن يقول: ومن نزلت بساحته المنايا فلا أرض تقيه ولا سماء، وأرض الله واسعة، ولكن إذا نزل القضاء ضاق الفضاء. ثم تأتي الرسالة الخامسة والأخيرة: نيل الأجر والرضوان من عند الله عز وجل. الأجر الكبير لا ينال إلا بالصبر الجميل. وقد وعدنا ربنا عز وجل في القرآن: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. وفي خاتمة القول أذكر نفسي وأذكر الجميع بضرورة النزول عند رأي الخبراء، والخبراء في مجال الصحة هم الأطباء ومساعدوهم. ونذكر كذلك بضرورة مراعاة القواعد الصحية والتدابير الاحترازية والإجراءات الوقائية التي بها نحفظ النفوس. وقد قال ربنا عز وجل: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. فإذا اجتهدنا في تحقيق ما نستطيع حقق الله لنا ما لا نستطيع، وهو القادر على أن يرفع هذا الوباء وأن يرفع جميع الأمراض وجميع الأوبئة بأمر منه، لقوله تعالى في سورة ياسين: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. اللهم إني أسألك باسمك الأعظم الشفاء للمرضى والرحمة للأموات. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم إنا نسألك التقى والعفاف والغنى. اللهم ارفع عنا هذا الوباء. اللهم ارفع وباء كورونا عن البشرية قاطبة، عن سائر الكائنات. اللهم خذ بأيدينا أخذ الكرام عليك. اللهم إنا نسألك باسمك الأعظم أن توفقنا إلى ما تحبه وترضاه.
اللهم يا ربي استرنا فوق الأرض واسترنا تحت الأرض واسترنا يوم العرض. اللهم غير حالنا إلى أحسن حال. اللهم إني أسألك باسمك الأعظم أن تديم علينا نعمة الجمعة ونعمة الصلوات صلوات الجماعات. اللهم أدم علينا سائر النعم. اللهم اجعلنا من الشاكرين الحامدين. اللهم احفظ وطننا من كل بلاء. اللهم احفظ بلادنا من كل سوء وسائر البشرية. اللهم إنا نسألك أن تنظر إلينا بعين رحمتك. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. أنت المستعان، فأعنا على طاعتك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.